اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا نور يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقاب. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها وسب گناہ بخش دے جو میں نے کیے وسب خطائے معاف کر دے جو سرزد ہوئی ہے. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت. ظلمت نفسي
وتجرأت بجهلي، میں اپنے نفس پر ظلم کیا اور جہالت کے سبب بڑی جرت کی، وسکنت الی قدیم ذکر کلی ومن کیا علی، مجھے سکون ملا اس بات پر کہ تیری نگاہیں کرم بہت پہلے سے تھی اور تیرے احسانات تو قدیم ہے. اللہم مولایا کم من قبیح سترتا، کتنی برائیوں کی پردہ پوشی کی، وکم من فادح من البلائے اقلتا، وکم من عثار وقیتا، وکم من مکروہ دفعتا، وکم من ثناء جمیل لست اہلا له نشرتا. اللہم اعظم بلائی وافرت بی سوء حالی وقصرت بی اعمالی وقعدت بی اغلالی وحبسنی عن نفعی بعد آمالی وخدعتنی الدنیا بغرورها ونفسی بجنایتها ومطالی. یا سیدی فاسألک بعزتک الا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي، ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري، ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا، وعلي في جميع الأمور عتوفا. إلهي وربي من لي غيرك، أسأله كشف ضري والنذر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تذيين عدوي، فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء، فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك، فلك الحمد علي في جميع ذلك، ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك، وألزمني حكمك وبلاءك. وقد اعتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي، معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا، لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شدي وثاقي، يا رب ارعاد ضعف بدني، يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي. يا من بدا خلقي وذكري
وتربيتي وبري وتغذيتي. هبني لابتداء كرمك وسالف برك أبي يا إلهي وسيدي وربي. أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد ما انطوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك. هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيت أو تبعد من أدنيت أو تشرد من آويت أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمت. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجد وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك مادحة وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح سعدت لأوطان تعبدك طايعة وأشارت باستغفارك مذعنا. ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم. يا كريم ایک مرتبہ اور مل کے يا كريم وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكره قليل مكثور يسير بقاؤه قصير مدته فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها ضج وأبكي لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمع جمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج اللاملين ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين ولأبكين إليك بكاء الفاقدين ولأنادينك أينك
كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث مستغيثين يا غياث يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أتباقها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيد ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو ينجو ما سلف من حلمك أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوتا وترى مكانا أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفا أم كيف يتقلقل بين أتباقها وأنت تعلم صدقا أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الذنب بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عملت به الموحدين من برك وإحسانك فباليقين يقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأن تجل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت من الإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن توفر حظي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفر أو خطأ تستر يا ربي يا ما شاء الله يا ربي يا ربي
يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي، يا من بيده ناصيتي، يا عليما بضري ومسكنتي، يا خبيرا بفقري وفاقتي، يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي. أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا. يا سيدي يا من عليه معولي، يا من إليه شكوت أحوالي، يا ربي يا ربي يا ربي يا رب. قوم على خدمتك جوارحي، واشدد على العزيمة جوانحي، وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين، وأسرع إليك في الباردين، وأشتاق إلى قربك في المشتاقين، وأدنو منك دنو المخلصين، وأخافك مخافة الموقنين، وأجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فأرد، ومن كادني فكيد، واجعل لي من أحسن عبيدك نصيبا عندك، وأقربهم منزلة منك، وخصهم زلفة لديك، فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك، وجد لي بجودك، واعتف علي بمجدك، واحفظني برحمتك، واجعل لساني بذكرك لهجا، وقلبي بحبك متيما، ومن علي بحسن إجابتك، وأقل لي عثرتي، واغفر زلتي، فإنك قضيت على عبادك بعبادتك، وأمرت هم بدعائك وضمنت لهم الإجابة، فإليك يا ربي نصبت وجهي، وإليك يا ربي مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني منايا، ولا تقطع من فضلك رجائي، وقفني شر الجن والإنس من أعدائي، يا سريع اور بہتر، يا سريع الرضا، يا سريع الرضا، اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء، يوما اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى، ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء، يا سابغ النعم يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلم، يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد، وافعل به ما أنت أهله، وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله، وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله. چند جملے شب جمعہ دعائے کمائل کی قبولیت کے لیے
ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی خدمت میں ایک روایت لبوں پر آ رہی ہے کہ 11 محرم کی صبح کو عمر سعد نے حکم دیا کہ جو شہیدوں میں آل محمد سے تعلق رکھتے ہیں ان کے سر کاٹ لاؤ۔ حسین کا سر تو پہلے ہی کٹ چکا تھا، شمر جب امام حسین کے سینے پر تھا، اس نے کہا بقیہ خاندان بنی ہاشم کے بھی سر کاٹ لاؤ۔ روایت یہ ہے کہ یزیدی بھوکے کتوں کی طرح شہیدان کربلا کی لاشوں پر ٹوٹ پڑے، اور جس کے ہاتھ میں جو لاشا آیا وہ سر قلم کرتا گیا۔ بعین ہی کتاب کے جو جملے ہیں اگر وہ پڑھوں تو یہ ہے کہ کچھ دیر میں عمر سعد کے خیمے کے باہر سروں کا انبار لگ گیا تھا۔ ایک اب اللہ جانے علی و فاطمہ کی بیٹیاں بے مخنہ و چادر اس منظر کو دیکھ رہی تھیں۔ ہر شہید دوسری مرتبہ قتل ہو رہا تھا، قاسم پہلے پامال ہو چکے تھے، اکبر کلیجے میں مرچی کھا چکے تھے، اب ہر ایک کا سر جدا ہو رہا تھا، اور جب سارے سر جمع ہو گئے تو اس لعین نے کہا کہ سروں سے اب خاک و خون ہٹاؤ، اور اب اگلا جملہ بھی مجھے معاف فرمائیں گے آپ، اس نے کہا جو سر جلدی میں جدا کیے گئے ان کو تراش کر سیدھا کرو۔ یا ابا عبداللہ الحسین، شب جمعہ کافی ہے یہ جملہ رونے کے لیے، کہ سروں کو تراش خراش کر سیدھا کرو۔ اب قبیلوں کے سردار کہتے ہیں کہ ابن زیاد کو کیسے خبر ہوگی کہ ہم نے مل کر حسین کو مارا ہے، تو سروں کو تقسیم کرو۔ اب قبیلے جو ہے وہ سروں پر جھپٹ پڑے، اپنی اپنی مرضی کے سر اٹھانے لگے، ہائے حسین ہائے حسین۔ امام سجاد اب مقتل سے گزر رہے ہیں تو سوچیں کیا کیفیت ہوگی، کہتے پھوپھی اماں ان لعینوں نے اپنے لاشیں تو دفنا دیے ہیں، میرے بابا کا لاشا دفنانے والا کوئی نہیں ہے، کیا ان میں کوئی میرے بابا کو مسلمان تک بھی نہیں سمجھتا ہے۔ آخری جملہ کہتا ہوں، یہ سر لے کر یہ یزیدی اپنی اپنی سواریوں پر بیٹھے، اور زہرہ زادیوں کے اونٹوں پر بیٹھنے کی باری تھی۔ لعین آگے بڑھتے ہیں، جلال حیدری میں بی بی زینب نے کہا خبردار کوئی کسی بی بی کے قریب نہ آنے پائے، میں سوار کرواؤں گی۔ ایک ایک بی بی کو سوار کروایا، ایک کنیز کھڑی کانپ رہی تھی کہ اماں فضا آ جائیے، آج آپ کو زینب سوار کروائے گی۔ مولا سجاد اللہ جانے بندے ہاتھوں کے ساتھ بی بی نے کیسے سوار کروایا، لیکن مختل میں لکھا ہے کہ ظالموں نے میرے بیمار امام کے پیر اونٹ کے نیچے سے باندھ دیے تھے، رسی گلے میں ڈال کر اونٹ کی گردن سے باندھ دی تھی، پیروں میں بیڑیاں تھیں۔ آگے آگے تو ہے سجاد جھکائے گردن، پاؤں بیڑی میں گلا توک میں گردن میں رسن، پنڈلیاں سوچی ہیں اور توک میں چھلتا ہے گلا، خار تلواروں میں ہے تلووں میں ہے، مقتل سے جو پیدل ہے چلا، رو کے فرماتی ہے کس گوشے میں جائے زینب، رو کے فرماتی ہے کس گوشے میں جائے زینب، ہاتھ کھل جائیں تو منہ اپنا چھپائے جائے۔ وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أيام قلب ينقلبون، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير، برحمتك يا أرحم الراحمين۔